كيف يلزم من ذلك الفساد في الخلائف؟ نبين ذلك. الناس إذا تخالفوا دليل على ماذا؟ دليل على وجود التنافس، أي عنصر التكاثر وجد. إذن وجود نوع مغالبة، هذا يحب الأكثر وهذا يحب الأكثر، هذا له أبناء أكثر وهذا له أبناء أكثر، فإذا كان ثمة أبناء أكثر يلزم من ذلك التكاثر بالمال والأرض وغير ذلك. يلزم من ذلك أيضا الوفاة، فإنه ما كانوا يتخالفون إلا وقد مات الأول، فإذا كان الناس يتخالفون يموت الأول ثم يأتي بعده غيره، إشارة إلى الحرص على البقاء، أن الإنسان إذا علم أنه سيهلك يختلف عن الآمن. الإنسان إذا كان آمن في سربه لا يقلق ولا يجد وجل ولا يقوم بالتعدي على غيره ولا ظلم غيره. وأما إذا وجل وخشي الموت اعتدى على غيره، إما بالسرقة والبغي والظلم، وكذلك أيضا سفك الدم إذا خشي أن يعتدي عليه هذا قام بقتله حتى لا يعتدي عليه من الغد، أو خشي على ماله أن يؤخذ فلا يتقوت، فإنه إذا فقد القوت أنه سيموت فيقوم. فوجد المنافسة في البشر، ولهذا يؤخذ في أمر الخلائف المنافسة، فعرف الملائكة أن كل خلفاء أنهم يقع بينهم الفساد لوجود التخالف. الأمر الآخر والعلة الأخرى التي يؤخذ منها بوجود التخالف وارتباطه بالفساد، أن الإنسان إذا كان يعمر ويخلد في الأرض لا يقع في الغالب في الخطأ إلا مرة ومرتين، ويتعظ ثم يستمر في ذلك على اتعاظه الأول، كحال الإنسان إذا كان وجد في هذه الأرض لأول وهلة وجد سكينة ثم جرحه المرة الأولى، هل سيجرحه مرة أخرى؟ قصدا لن يجرحه بعد ذلك حتى يموت ويأتي ولده وينجرح ولده بعد ذلك، ويأتي الولد وحفيده وينجرح الولد بعد ذلك. إذن الذي يعمر ويخلد في الأرض إذا أبقاه الله عز وجل من غير أن يستخلف إلى آخر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء لا ينتشر فيهم الفساد. لماذا؟ لأنهم يتعظون من أول زلة. وأما الذي يخلف بعضهم بعضا يموت هذا ويموت خبر السوء معه، ويأتي ابنه جديدا إلا بشيء من موروث العلم، ثم بعد ذلك تقع الأخطاء ويقع الفساد. لماذا؟ لأنهم ما ذاقوها بأنفسهم كما ذاقها آباؤهم، لهذا يوجد في الأمور في الناس الذين يكثر فيهم التخالف الفساد. ونأخذ من ذلك فائدة، أنه كلما قصرت أعمار الأمم كثر الفساد فيهم، وكلما طالت أعمار الأمم قل الفساد فيهم، أي كلما زاد فيهم نسبة التخالف أن يخلف بعضهم بعضا وقربت آجالهم زاد فيهم ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فإذا لدغ في أول عمره لا يلدغ في آخره ولو امتد الأمر، لأنه يعلم ذلك ويدركه أنه أصيب به من أول الزمن. ولهذا فهم الملائكة من وجود خلائف في الأرض أنه سيوجد فساد وسيوجد تقاتل لوجود التنافس في هذا الأمر. نأخذ من ذلك حكما وحكمة سياسية في هذا الأمر، أنه ينبغي للشاسة والحكام ألا يمدنوا المدن والأمصار التي يكثر فيها الناس، فإن الناس كلما كثروا ووجدوا واجتمعوا على نوع من التخالف كثر الفساد فيهم، وعرف بالتجربة أن المدن كلما كثر فيها الناس كثر فيها الفساد، وإذا قل فيها الناس قل فيها الفساد. ولهذا تجد القرى يقل فيها الفساد لقلة العدد، كلما يكثر العدد ويزيد التخالف في الناس والتكاثر وقربهم مع بعضهم يزيد فسادهم، ويجسر بعضهم بعضا على الشر. وهذا من أمور السياسة الشرعية. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بدأ بعموم الفساد، مع أن سفك الدماء داخل في ذلك، وهذا من عطف الخاص على العام، وأرادوا بذلك أن يدخل فيه عموم الفساد في الأرض، الفساد اللازم للإنسان والفساد المتعدي إلى غيره على اختلاف أنواعه، وخصوا القتل لعظم منزلته، فأعظم جرم يفعله الناس فيما بينهم هو القتل، ولهذا خصوا الملائكة بذلك. قالوا: يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.